الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الأخوات الإخوة مناضلات ومناضلي الحركة الشعبية بالتمجاز، إخوة الصحابة، ألف مرحبا في الحزب الوطني العسيد الحركة الشعبية بالتمجاز. مرحبا بكم في مقركم وفي فضائكم بطبيعة الحال. نحن لسنا أمام تجمع انتخابي ولسنا بصدد تعبئة انتخابية، بل نحن في لقاء تواصلي مع المناضلات ومع المناضلين للحركة الشعبية بالخميسات بمناسبة إعلان ترشح رسميا باسم الحركة الشعبية بجماعة الخميسات. إذن يسعدنا جدا ويشرفنا أن نكون بشكل شفاف أمام وسائل الإعلام، ولنعطي الكلمة للسيد وكيل اللائحة الأستاذ حسن ميسور. أولا كنرحبوا بالحضور الكريم مناضلي ومناضلات حزب الحركة الشعبية، واليوم كما قدم السي رباش عندنا سيتم الإعلان على التزكية ديال مرشحي ومرشحات حزب الحركة الشعبية للمجلس الجماعي لمدينة الخميسات. كما تعرفون أن اللائحة حاولنا أنها إن شاء الله تضم واحد خيرة ديال أو نخبة من نساء ورجال هذه المدينة اللي عندهم تجربة في العمل الجمعوي في المجال الثقافي والمجال الرياضي وكذلك المجال السياسي. نتمنى على أننا احنا الإخوان نعطيو حظ لهذه اللائحة هذه اللي كتضم الطاقات والكفاءات أنها تساهم إن شاء الله في تسيير وتدبير ديال المجلس الجماعي لمدينة الخميسات، وتكون هي تعطي العطاء للنهوض بهذه المدينة هذه على جميع المستويات. كلكم كلنا كنعرفوا على أنه مدينة ما مرتاحينش للمدينة، لأنه مدينة عاشت واحد سنوات من التهميش وغياب تاع السياسة التنموية، ولكن إن شاء الله أملنا كبير بجانب المرشحين الآخرين اللي غيرين على مدينة الخميسات باش نديروا يد في إن شاء الله ونزيدوا قدام هذه المدينة بكل ما أوتينا من قوة. ما غنزيدش عليكم برنامج ديالنا إن شاء الله، راه غيكون مناسبة باش نقدموا لكم البرنامج، راه غيتم تقديم ديال الإخوان الحمد لله راه عندهم كاين جمعنا من بين ناس اللي عندهم تجربه في السياسه وناس اللي هما جداد وناس اللي عندهم في العمل الاجتماعي العمل الرياضي العمل الثقافي، لان التنميه راه ما يمكن نشوفوها غير مفهومها الاقتصادي بل مفهومها الاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي، لان الكل ما نساوش بين حتى البيئه ولا كتدخل تجزء كبير من التنميه. الناس والمناضلين احباب ديالنا، ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي كلمة وكيلة اللائحة النسائية الأستاذة المهندسة ليلى الإحمادي ومن لا يعرفها المتواضعة البشوشة الخدومة المتواصلة مع الساكنة، لك الكلمة وكيلة. شكرا سي برباش، أولا كنشكر الحضور المناضلين والمناضلات ديال حزب الحركة الشعبية، المناضلين اللي كنحس بهم بحال العائله ديالي من خلال هاد اللقاءات اللي كنا هاد الايام السابقه، ولي الشرف انني نكون وكيله اللائحه ديال حزب الحركه الشعبيه اللي وضع فيا الثقه وكنتمنى نكون عند حسن الظن ديالو، وبالتالي ندعو جميع الساكنه مدينه الخميسات انهم يتفاعلوا مع اللائحة المتميزة ديالنا ويصوتوا على الرمزية السنبولة. تكبير شأن المحلي ديال مدينة الخميسات، مدينة الخميسات اللي خصها يدبروها فاعلين سياسيين اللي عندهم تجربة، وهذه التجربة عندنا كما قلنا في اللائحة ديالنا كتواجد في اللائحة ديالنا، كنتمناو تعطيونا فرصة وحنا مستعدين نخوضوا هذه الاستحقاقات الانتخابية والفوز بالرئاسة اللي كان راهنوا عليه كاملين، وبفضل المجهودات ديالنا وديالكم كاملين اللي حنا كنتبخاو منها ونحققوا نتائج مهمة في هذه الاستحقاقات الانتخابية إن شاء الله. إذا شكرا. أول مرة كيدخل التجربة ديال التجربة السياسية وانتخابات كان رفض، كان عنده موقف، ولكن بعد نقاش طويل معاه
وبانه وبعد قناعه على ان 8 سبتمبر راه غدوز كنا ولا ما كناش. وهنا كيبقى الاختيار اما ان نكون او لا نكون. وبعد استشاره ونقاش طويل المهم تهدا وجمعنا في اللائحه وحنا راه كنتشرفوا رجل ديال التواصل راه استاذ ديال التواصل في المعهد العالي للقضاء. الدكتوراه ديالو في القانون. اذا الحمد لله قبيله قالت اخت ليلى قاديه الموظفين على جميع على مستوى جميع المحاكم ديال المغرب. وراح حقق في اللجان المتساويه الاعضاء ديال الموظفين الرتبه الاولى بنسبه 85%.